استاذ عبد اللطيف، قبل ما اروح للاستاذ ايهاب، يعني برضو يعني استطلع رايك في هذا الموضوع. شوف، انا عايز بس، لاننا دايما بيزعجنا كلمة أن لا توجد أحزاب في الشارع. علينا أن نفرق بين فترتين، فترة ما قبل 2010 وفترة بعد 2011. بعد 2011 ليك حق، من الممكن أن ما يكونوش موجودين في الشارع، لكن إذا بصينا قبل 2010، من الأحزاب التي كانت تستطيع أن تتحرك بحرية في الشارع؟ لا يوجد، لا يوجد. وانا عايز اقول لحضرتك امثله ونماذج كثيره يا فندم. لو كان في احزاب فاعله كانت ملت الفراغ ما سابتوش للاخوان المسلمين ما قبل الثوره وايام خمسه وايام الحزب الوطني. الاحزاب سابت الفراغ للاخوان المسلمين، هم اللي ملوه. انا هكمل. في فتره من الفترات كانت جماعة الإخوان المسلمين لها حرية الحركة أكثر من الأحزاب السياسية الموجودة في مصر، عشان وده معروف في التفاهمات وده معروف. فخليني أكمل. ثانيا، لما يجي حزب يخرج رئيس الجمهورية ويقول ده حزب شيوعيين وكفرة، ما معنى ذلك لدى المواطن العادي؟ ثالثا، إذا جاء حزب سياسي علشان يقيم ندوة داخل مقره وليس خارج، وبعدين يلاقي عربيات الأمن المركزي كلها محاصرة المكان ويقول لك بنأمنك، طيب هل تعتقد أن المواطن العادي اللي ماشي في الشارع لو هو ماشي بيسأل فيه إيه فيقولوا له فيه كذا، هل سينضم إلى حزب؟ طبعا حضرتك بتقصد اللي كان بيحصل زمان والتجمع مثلا، يعني على سبيل المثال كنا بنخاف على فكره واحنا معدين، وبالذات بتخاف انك ده حاجه معروفه كريم الدوله. لكن واحد شارع عايز اكمل، واحد شارع بوليس حنا واحد. عايز اكمل نقطه بقى. بعد 2011 من الممكن زي ما حضرتك بتقول، عندك حق، احزاب بقت كتيره جدا، بقت تنافس الجمعيات الاهليه. موجوده في مصر عدد كبير جدا من الأحزاب.